هنعمل مع بعض النهارده بقى قرع عسلي بالمكسرات والبشاميل الحلو. القرع العسلي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده بقى قرع عسلي، صينيه قرع عسلي او بريم. هنعملها في طواجن. عايزه تعملها في صواني اعمل ايه؟ عايزه تعملها في طواجن زي دي كده تعمل ايه؟ اللي يريحك يعني، ده اختيار. معايا بقى 4 معالق زبدة، عندي جوز هند للمكسرات، زبيب، عندي فول سوداني مبروش، والمكسرات اختيار، اي مكسرات عندك هتحطيها موجود عندي. وعندي بقى البشاميل 2 كوباية دقيق، 2 معلقة سكر، وشوية فانيليا، وعندي قرفة طبعا بتدي طعم وريحة جميلة. هحط بقى معلقة، انا جبت القرع العسلي وسلقته، قشرته وقطعته مكعبات وسلقته كويس جدا، لما ينهري في السلقان يبقى مهري خالص زي ما تكون هتعملي كده مربى. ما حطيتش عليه حاجه خالص غير 1/2 كوباية ميه وعليه 1/2 كوباية سكر. لما تهرى معايا خالص اهو في السليق هحط عليه 2 معلقة زبده، قلبت فيه 2 معلقة زبده. هبتدي بقى اعمل البشاميل. معايا لتر لبن، لتر حليب، 2 معلقة سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا ايه؟ فانيليا، شوية فانيليا عشان هو ده قرع عسلي حلو، الفانيليا تديله روحة جميلة. معايا 2 كوباية دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقلب كله على البارد كده. ده البشاميل. وارفعه على النار وابتدي اقلب برضه على طول فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. البشاميل الحادق بنحط شوية ملح وفلفل أصفر. ده حطيت 2 معلقة سكر ورشة فانيليا وكوباية دقيق. كده أقلب بقى لما يديني قوام كده كريمي كده جميل. لو عندك برضه قشطة وعايزة تحطي 2 معلقة قشطة حطي 2 معلقة قشطة. النار البشاميل هقلب بالقرع العسلي المكسرات. هي برضه في البشاميل هقلب بقى المكسرات. بسم الله الرحمن الرحيم. زين شوية قرفة. شوية فول سوداني مبروش. شوية زبيب. عندك لوز بقى احط المكسرات الموجودة عندك، اي مكسرات. في البشاميل اللي في التقريبا عشان ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، شايفين الشكل الجميل ده بالمكسرات والريحة طالعة جميلة. الله، اللهم صل على النبي.
ارفعه من على النار كده اقلبه كويس عشان ما يعملش تكتلات. اقلب فيه كويس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ترفعيه من على النار تقلبي كويس قوي عشان ما يتكتلش بقى. مضرب سلك او شوكه اي حاجه. هنحط معلقتين الزبده دولت على البشاميل سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب هيبقى قوام جميل كده اهوت. استنى ده بيت فين؟ عملنا بقى احنا قلبنا هنا القرع العسلي وقلبنا فيه المكسرات ومعلقتين زبده وعملنا البشاميل اللي هو لتر حليب كيلو لبن حليب وحطينا فيه شويه رشه فانيليا ومعلقتين زبده كوباية دقيق ومعلقتين سكر. ده البشاميل اللي بقى القوام بتاعه جميل اهو. قوام البشاميل. وجبنا القرع العسلي اهوت وسلقناه كويس قوي وحطينا معاه في السليق كوباية سكر ونص كوباية مية. لما اتهرى معايا في السليق خالص اهو انا عايزاه كده كده يعني بالقوام ده كده. جبت المكسرات وقلبتها عليه ومعلقتين زبدة وجبت مكسرات الزبيب وجوز هند فول سوداني مجروش وقلبت كله. عندي بقى الطواجن. انت عايزه تعمليه في صينيه تعمليه. هعمله بقى في الطواجن دي عشان ايه. هبدا بقى بالبشاميل الاول. احط البشاميل الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي احط طبقه بشاميل في الطبق. شايفين قوام البشاميل معايا عامل ازاي؟ جميل. طريقه واحده بشاميل. الريحه بقى طالعه جميل. بسم
نرش بقى عليها شويه سكر بودر. يبقى بقى زي المحلات بالظبط، هنرش بقى شويه سكر بودره على وشه وندخله الفرن. كده خلصنا هندخل الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طلعناهم من الفرن اهو، طواجن القرع العسلي خطير والريحه جميله، ريحه جميله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين؟ شايفين الريحه؟ طعم بقى خطير. اتفضلوا بقى من هنا والشيف. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقه بتاعتي تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه.